اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده مع الشيف خالد على قناه ست البيت برنامج المحترفين. النهارده هنعمل سابليه تشكيله جميله ما بين نوتيلا او ما بين مربى فراوله مربى مشمش. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ادي البوله اللي متعودين بنعجن فيها كل المعجنات اللي حضراتكم بتشوفوها. هنجيب كوب زبده كده اهو بنفس المقدار مثلا اللي انا هشتغل بيه اهو، بحط على قده زبده طريه عشان اقدر ادخلها مع سكر البودره كده اهو. ادي الكوب بتاعي برضو قدامكم اهو، نفس الكميه ديت بنزلها كده اهو ماشي، وببدا اجيب كوب الا ربع سكر بودره كده اهو، معاها وببدا اشوف الزبده بتاعتي، بحاول ادخل الزبده مع السكر كويس، بيديني خليط كريمي بيبقى جميل. والسابليه عجينه سهله جدا يا جماعه، مش محتاجه اي حاجه اهي، بالمعلقه برضو كده عادي مفيش اي مشكله عندنا، مش عايزكم تكسلوا عن اي حاجه تشوفوها عايزين تعملوها مفيش اي مشكله، بنحاول نبسط الامور لاحبائنا المشاهدين اهو كده. تلاقوا المكونات كلها مع بعض بطريقه بسيطه وسهله ما فيهاش اي حاجه. في ناس ياما بتخاف انها تعمل السابليه، يقول لك لا يطلع مني مش مظبوط يطلع في حاجه، لا بالعكس ده عجينه سهله وجميله ويطلع منها مشتقات كتير قوي يا جماعه اهو. بقى شايف الحاجة قدامي وانا شغال في نفس البولة اهي، كده ببدأ ادوب كل حاجة مع بعض. بجيب حاجة جميلة قوي، عندي شوية بشر برتقان بحط شوية كده صغيرين بيدوا معايا طعم لذيذ، بشرب الزبده مع السكر مع بشر البرتقال بيبقى جميل. تابعوا كل الخطوات اللي بعملها يا جماعه بنفس الطريقه كده اهو، صدقوني الحاجات تطلع معاكم زي الفل. من غير عجانه من غير مضرب من غير اي حاجه نشتغل طبيعتنا مع حضراتكم، اهم حاجه في الاخر هنطلع حاجه كويسه وجميله وتستاهل ان حضراتكم تتابعوا برامجنا وقناتنا الجميله. زي ما بنقول الوصفه عندنا ان شاء الله الحاجه هتطلع كويسه نتيجه خبرات سواء في الخارج او في الداخل زي ما حضراتكم عارفين، فبنوريكم الحاجه ممكن تتعمل باسهل طرق بصرف النظر بقى عن الكميات او عن المعدات اللي كنا ممكن بنشتغل عليها او الكميات اللي بتتعمل. فاحنا بنعمل حاجه بسيطه جميله تعمل طبق كويس تعمل طبقين حسب الموجود. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ممكن طبعا بتختلف الاذواق، في حد بيحب حاجه كده في حد بنعمل حاجه صغيره نشوف رد فعل افراد العائله الكريمه ويدوقوا ويحكموا علينا ويحكموا على الحاجه اللي بياكلوها كده اهي. شايفين لون الزبده بدا يفتح مع السكر عادي
بالايد كده حاجه جميله. اهم حاجه تخلوا الزبده تكون بره الثلاجه تبقى طريه. شايفين؟ احط كوبايتين دقيق اهو، ادي واحده اتنين مليانين، نفس الكميه اللي هتعملوها. حتى لو اختلف حجم الكوب برضو نفس الخطوات، يبقى كوب الا ربع سكر بودره مع كوب الزبده الطريه مع اتنين الدقيق، بجانب بقى مكسبات طعم زي بشر برتقال. ما حطيناش بشر برتقال برضو، حسب الرغبه وحسب اللي انتوا عايزينه. هنحط كده بقى كده كوبايتين بالظبط، عشان بحب اشتغل بكوب واحد، ممكن يكون مطرحه زبده او حاجه، بضمن ان انا ابقى حاجتي تمام. عندي بيكنج باودر بحط معلقه صغيره اهي، وربع معلقه فانيليا لان هندي بيض بعد كده، مفيش مشكله تنزل الفانيليا دلوقتي. ونبدا نقلب مشويش اهي، ممكن اطلع منه الوان لو عندي شوكولاته او كاكاو خام. بحط مثلا على العجينه سواء كلها عايزها تعتبر عجينه شوكولاته او نصها مثلا، وبغير في الشكل حسب ما انا عايز. عجينه السابلي تقبل اي حاجه، وعجينه سهله وبسيطه وجميله يعني. ادخل دول كده مع بعض كويس اهو، تبقى عامله زي الكرامبل لحد ما نبدا ندخل الزبده مع الدقيق. بحاول اخليها تدريج، مش عايز مره واحده، انا ممكن بايديا اروح لممها في دقيقه او في دقيقتين، لا انا عايزها تاخد برضو طعم البرتقال وتاخد وقتها، بحيث ان تبقى الهشاشه موجوده. بالشرط البيكنج باودر هو اللي يديني الهشاشه برضو في الطعم، في طريقه الحاجة نفسها زي كأن ببنط عجين بديله توريق أو توسيع المسام في الحاجة نفسها، فبيفرق معايا في الطعم. بدأت ألم العجينة كده أهي، هبدأ أشيل ده بقى كده واستخدم ايدي عشان نلم الدقيق ده كده بشويش مع الزبده كويس. قبل ما انزل بالبيض هنحط عدد اتنين بيضه، اهو دخلنا كل المكونات مع بعض. وابدأ ألم العجينة بتاعتي كده بشويش، أظن سهلة وجميلة، هتطلع أشكال حلوة هتعجبكم والطعم كمان هيبقى لذيذ. أهي برضو حتى في لمة العجين ما بحاولش إن أنا أكتمها بسرعة، بخليها كده براحتها. اي حاجه هتتعمل بحب وبعشق يا جماعه، سواء معجنات، لو حتى هنعمل طبق سلطه عادي جدا مكوناته بسيطه ومعروفه ومشهوره، اي حاجه بتتعمل بحب لاهل العائله مثلا بتبقى طعمها جميل. شايفين؟ ادي الطريقه بنفس الكوب اللي هعمل بيه الزبده مع السكر هو اللي هحط عليه الدقيق اهو، مفيش اي مشكله. عجينه جميله ولذيذه، ببدا الم
العجين كويس بقى كده اهو، وانزل العجين اللي في ايدي. شايفين؟ ادي زي الفل، ما فيهاش اي حاجه يا جماعه. ببدا الم كده اهو، ولو في عجين في ايدي ولا حاجه بشتغل معاكم بطبيعتي وبايدي من غير كلفزات من غير اي حاجه، لان احنا في بيتنا بطريقتنا كده كده اوريدي ايدينا مغسوله كويس، فبنعجن براحتنا ما عندناش اي مشاكل. اهي ادي الحاجه معموله وفي بوله من غير اي مضرب او اي حاجه، ادي كده اهو. سيب دي كده وابدا اغسل ايدي واجل. هنعمل منه اشكال بسيطه وصغيره مستحبه بالنسبه لافراد الاسره، سواء الاطفال او سنهم صغير او للكبار، حاجه جميله هتعجبكم. ادي كده بجيب صاج عادي بحط عليه ورقه زبده، سواء لو في ميه حضراتكم تشوفوا كده، لو في ميه مثلا تحت الورق مفيش اي مشكله. عايز احط مثلا عجينه صغيره كده من الجناب مثلا، برده ما عنديش اي مشاكل، بسيبها مفيش دقيقه دقيقتين. كل ما بتريح ما احطهاش في الثلاجه بقى عشان ايه ما جفرت تديني تجاعيد، لا انا بسيبها تريح كده اهوت، وبشوف انا هعمل فيها ايه. يتعمل منها اشكال كتير، ممكن الون منها احط كاكاو مثلا، اعمل جزء بالكاكاو، اعمل جزء ساده، ممكن لها مشتقات كتير. فان شاء الله في حلقات جايه هنبقى نقول السبليه، او احنا ممكن واحنا شغالين نقول هنعمل ايه. بنحضر المردانه بتاعتنا كده اهو، وبنجيب شوية دقيق برضو على البلانشة كده اهو، ما باخدش العجينة كلها، باخد جزء منها كده اهو اهو، وببدأ احط دقيق كتير مش قليل، عشان لما اجي افرد العجينة واجي استعمل القطاعة تطلع معايا بسهولة، ما تبقاش كلها تجاعيد. ادي القصة وادي العجينة، ونقدر نسيبها كده ونطلع فاصل ونيجي نكمل السبليه بالمربى.